راوند اب. صباح النور، صباح الورد الناس الكل. إذا البداية في راوند اب باش تكون بتصريح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اللي قالت أن اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا واتفاقية تنفيذ التعاون الفني لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية زليكاف من شأنهم أنهم يعمقوا البعد الأفريقي لتونس، وإن شدت زيدا على ضرورة استعمال الآليات لاكتساح الأسواق الأفريقية. اتفاقية الكوميسا والزليكاف من شأنها أنها تكرس يعني عمقنا الأفريقي وبعدنا الأفريقي، ويلزمنا كما قال زاد السيد الرئيس نكونوا في القاطرة، منكونوش عربات مجرورة المرة هذه. دونك يلزمنا نستعمل الآليات هذه باش نكتسحوا الأسواق الأفريقية. صحيح احنا توا الاتفاقية تشمل كان السلع، لكن قاعدين قدمنا وقاعدين نحضروا في العرض متاع الخدمات حتى تنسحب على الخدمات، وهي راهي الاتفاقيات هذه أكثرها فيها برامج تتعلق بالبنية التحتية. معناها هي مش سهل لنا إن نحضروا الظروف الملائمة والبنية التحتية باش بالحق نكتسحوا أسواق الإفريقية. يعني الدولة اتخذت عديد الإجراءات لضمان الاستفادة من الاتفاقية الكوميسا وإلا زاد زليكاف. نقعد زيما في نفس الإطار، وين أضافت وزيرة التجارة قالت أنه من المنتظر باش يتم تسجيل انتظامية في تزويد السوق للمنتوجات الفلاحية الطازجة في شهر رمضان نظرا لتوفر الإنتاج، وين أضافت زادة أنه فما إمكانية تسجيل اضطرابات في توريد عدد من المواد الأساسية كما القهوة والشاي والروز. وقالت أنه الديوان التونسي للتجارة باش يقوم بتوريد 2000 طن من مادة الموز من مصر باش يتم ترويجها بسعر 5 دينارات للعموم. من المنتظر تسجيل انتظامية في تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية الطازجة طيلة شهر رمضان، ثم وفرة في الإنتاج متوفر، ثم فرق كبير بالأسعار بتاع السناء والأسعار بتاع مناول على مستوى التزويد ببعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى كما السكر والقهوة والروز والشاي وزيت النبات المدعم. يمكن نسجل بعض الضغوطات، والوزارة قاعدة قدرة ربي معناها تعمل في مجهودها باش يتم معناها قبل دخول شهر رمضان ضخ الكميات اللازمة من المواد هذه. وفي إطار تنويع العرض من الغلال تم تكليف الديوان التونسي للتجارة بتوريد كميات من الموز في حدود 2000 طن ذات منشأ مصري، سيتم ترويجها بسعر بيع للعموم في حدود 5 دينارات الكيلو. نقعد ديما في المجال الاقتصادي، وإن تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة أساسا بامتياز استغلال المحروقات اللي يعرف بامتياز استغلال سيدي الكيلاني برمته ب 120 عام دون احتفاظ واثنين رفض. وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم في هذا الإطار، نشوف أكثر التصريح. التقليص في العجز التجاري جاء نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة 7.9% وانخفاض للواردات بنسبة 4.4%، وبالنسبة للواردات المواد الأساسية لم تنخفض سنة 2023. القمح الصلب مثلا 991 ألف طن 2023 مقابل 577 ألف طن سنة 2022. اللحوم 4300 طن سنة 2023 مقابل 3300 طن. السكر 386 ألف طن في 2023 مقابل 292 ألف طن في 2022. وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة شيبوب خلال حضورها للجلسة العامة أن مجلة المحروقات تنص على أنه استغلال الامتياز الخاص بالمحروقات ما يتجاوزش 30 سنة على عكس ما كان معمول به سابقا، وفي صورة التمديد في الاستغلال لصالح الشركة التونسية للأنشطة البترولية فإن ذلك لا يمثل إشكالا باعتبار أنه الشركة مملوكة للدولة. هذاك القانون كان قبل يسمح بخمسين سنة، تمت المراجعة توا مجلة المحروقات بعدت مدة 30 سنة. حاليا اسناد الامتيازات ولات مدة السلوحية متاعو أقل من 30 سنة بناء على المعطيات الفنية لكل امتياز وحسب نمط الانتاج المتوقع، على خاطر سي دو كا باركا دونك ماهوش اونيفورم. اي دونك بارابور للتسائل اللي قلتوه معناتها على مدة السلوحية بطبيعتهم بالنسبة للي بيرمي اللي مدة السلوحية متاعهم كما الكام تاع سيد الكيلاني بطبيعتنا في المراجعة هذية نحدو مدة أخرى. بالنسبة للإتاب ما يقلقش معناتها هي أبريتو 100% دولة، دونك قاعد للدولة معناتها حتى كي نعطيوها مدة طويلة ما يقلقش.
إلى ذلك، فإن إشكالية توقف إنتاج الفوسفات في قفصة تستوجب توجه وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلى المدينة وإيجاد حلول رفقة نواب الجهة، هذا وفق تصريح النائب عادل البوسالمي خلال الجلسة العامة البرلمانية. أدعوكم إلى زيارة لحل الوضع هناك ولحل الأزمة، لأن هذا يحافظ على المفهوم الأساسي الذي ندافع عنه جميعا، مفهوم السيادة الوطنية، كي لا نكون تحت رحمة أي جهة كانت. سيدة الوزيرة، أدعوكم بجد إلى اتخاذ هذه النقطة، خاصة في زيارة مدينة قفصة لحلحلة الوضع هناك رفقة نواب الجهة، لأن أهلنا في قفصة مستعدون لحلول اجتماعية جادة. وأخيرا سيد الوزير، وضعية المادية للعمال المناجم صعبة للغاية، نظرا لغلق باب القروض الاجتماعية من الشركة وفتح الديون المتخلدة بالذمة، وهنا سيد الوزير أدعوك إلى جود معنا حل عاجل لهذه المشكلة. وفي سياق متصل، لازم أنه تتجسد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في مشاريع ترجع بالنفع على الجهة وعلى متساكنيها، من ذلك أحداث مصانع أو تمويل آبار عميقة لمناطق سقوي، هذا وفق تأكيد النائب عماد دولة جبريل. فيما يخص المساهمة المجتمعية، صفر، مش تقول لي نعطيه في 900 مليون للجهة وفي عوض نعطي فيها شهاري العباد ما تخدمش، نعمل بها العام الأول مصنع يخدم لي الناس هذيك اللي تاخذ في الشهر تو، العام الثاني نعمل ابار عميقه ومناطق سقويه، نخدم الفلاحه والاراضي المجاوره الكل، الخيم اللي نعطي فيها في الهواء للي يستحق واللي ما يستحقش، اللي يستحق تو يجي يخدم، غدوه كي نعمل منطقه سقويه باش نخدم، فهمتني، ولا الشباب اللي يحب على الفلاحه والاراضي هذيك مش تولي تشع المنطقه كامله، بعدين نجم نصلح مستوصف، نجم نصلح طريق، نجم نصلح مدرسه، هذه المساهمه المجتمعيه، مش نعطيك 500 دينار ولا 600 دينار واقعد راقد في الدار. كانت هذه أهم الأخبار اللي دارت مؤخرا في إكسبريس أفام. شفنا المجالات تقريبا مختلفة، شفنا مجال فلاحي، مجال اقتصادي، والمجال البرلماني التشريعي في تونس. تود سويت تمشيو لهذا.